من الأقرب للمرجعية بعد السيد السيستاني؟ أنا إن شاء الله أصير، أنا إن شاء الله أصير. بس شو تسوي؟ شو تسوي بالأقرب ولا بعد؟ ذكرنا أكثر من مرة بأنه الأعلم بعد السيد السيستاني هو السيد موسى الشوبير الزنجاني أو الوحيد الخراساني أو الشيخ الفيار. يعني هذا السؤال تكرر عشرات المرات وأجبنا عنه عشرات المرات. لا عمي لا الله هل فعلا أحد أبناء السيد الخوي سرق أموال المؤمنين ولعنه؟ لا عزيزي لا. السيد الخوي عنده ولد كان منذ صغره غير ملتزم، وتبرأ منه السيد الخوي، وهو سيد اسمه سيد عباس الخوي. وهذا الرجل الآن تاب واعتذر عن كل كلام قاله عن والده وعن إخوانه وعن الحوزة العلمية، والآن رجع إلى بيت أهله، والرجل كبير بالعمر، واعتذر وطلع بالإعلام واعتذر عن كل شيء قال هذا الكلام قلت لي، لأن أنا كنت زعلان عليهم. وطبعا بعد واضح يعني واحد طلع من عائلة كلها معممين وكلهم علماء وكلهم ما أعرف شنو، وهو طلع من دونهم هو ما مستقيم، وهذا أمر طبيعي جدا ترى، يعني أمر طبيعي. أظهر الناس يقولون هذه نظريته وليس نظريته. هل أعطى السيد السيستاني إجازة الاجتهاد لغيره؟ عزيزي ما أدري حقيقة، ما أعرف. طلاب البحث الخارج؟ لا عزيزي لا لا ما له علاقة، لا كبر الدليس غيره هذا ما له علاقة، ما له علاقة. المعيار الحقيقي هو رأي أهل الخبرة اللي ينظرون فيه للأدلة والاستدلالات اللي يستخدمها الفقيه ومن خلالها يحددون. شيخنا أنت تقلد أحد المراجع؟ عزيزي أنا من مقلدي السيد الخوي، أنا من مقلدي السيد الخوي. الخطبة الافتخارية غير ثابتة عزيز. بماذا يصنف العرفان؟ هل هو طريقة أو علم مكتسب أم درجة؟ عزيز هو يعتبر علم، ولكنه علم حادث، علم له علاقة بالسلوك وله مصطلحات خاصة، وحسب كلام بعض أهله أنه في هذا الزمن لا فرق بينه وبين التصوف، يعني لا فرق بينه وبين التصوف. شو المشكلة؟ كل شيء مشكلة بالبس؟ وين يلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أعتقد البث راح يتوقف، ما أعرف شنو السبب. نعم عزيزي أنا أقلد السيد الخوف. بس يقول لك تحقق ولكن التحقق ما طالع لي أساساً.